مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، لكم مني التحية، ونحن نستقبل عودة دورينا في موسم جديد. نستعيد ونتساءل دوما من سيحصد اللقب، من سيجني كل الذهب، ولعلنا اليوم في المكان الذي سبق وأن أجاب عن مثل هذه التساؤلات في 8 مرات سابقة. حول مر لاعب اللي شاهدناه طبعا في الدوري الإيطالي أيضا عبر أبو ظبي الرياضية في الموسم الماضي رفقة روما هناك في العاصمة الجميلة روما، حينما كان لاعبا مؤثرا، لاعبا لديه إمكانيات جميلة. راشد في بدبي، ولكن مباراة تعيد الشباب الأهلي، هذه خطيرة ولكن بتمر، مرت من يحيى الغساني، عدت إلى خارج أرضية الملعب. منطقة فنية جديدة، انتدابات جديدة، أسماء جديدة. المدرب الذي طبعا استطاع طبعا تحقيق لقب ثاني على التوالي ما بعد ان حققوه في الموسم ما قبل الماضي، وفي الصراع اللي كان امام شباب امام الامبراطور. الله الله، خطيره سانتوس، يكشف عن امكانياته الخطيره بمرور ممتاز في اللقطه الماضيه، ولكن الكره مبعده بعد ذلك من يحيى من امام يحيى الغساني الى خارج ارضيه الملعب. شوف اللقطه، لاعب بالمناسبة لاعب خطير كون سانتوس، واحد من الأظهرة التي ستكون بالتأكيد لدي مؤامر الأسماء. تتقدم إلى الأمام، البحث عن الضربة الأولى، عن الهدف الأول في بطولة الدوري بالنسبة لفريق نادي شباب الأهلي، وتسديدة، الله خطيرة، ممكن جول، الله يا درويش، الله، كانت مبنية على تحقيق لقب في نهاية الطريق. موسم يريد فيه أن تكون من سيدوين، لكن أيضا الكرة بتتخلص أمامية خطيرة، سردار 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 ممكن يخطفها، ولكن التغطية حاضرة خطيرة، درويش يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، بتتحول إلى رمية جانبية. حتى الآن رجل المباراة بالنسبة لفريق، تتخلص الكرة من أمام كويلر، عادت الكرة من جديد، استلام كرة، يا السلام، خلوة، ممكن جول، خطيرة، الله يا يحيى، درويش يستبسل مرة أخرى ويبعد كرة خطيرة، الله على التمريرة يا يوري، الله على تمريرة يوري سيزار. غساني يضع فيها في مواجهة درويش محمد حارس مرمى فريق نادي البطايا، واللي استطاع طبعا إبعاد تلك الكرة. كويلر، الله، حلوة حلوة تسديدة من كويلر، لكن بعيدة، مرت إلى خارج أرضية الملعب، حلوة كانت من كويلر. كويلر دا سيلفا، واحد من العناصر اللي ما زالت طبعا تجري في السباق طول الصراع الذي نتمناه أن يكون يعني ممتدا حتى الأمتار الأخيرة، وتسديدة، حلوة تسديدة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بتتحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. قلت لك أو أكثر من ذلك، وما زال شباب الأهلي يفكر في الاقتراب، لكن لدينا سانتوس يرسل كرة عرضية خطيرة أمام المرمى، كويليرم أمام المرمى في محاورة خطيرة، وتسديدة يوري سيزار، استعدت مكانك ولكنك سددت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، عنده هدف أو هدفين سابقين في مرمى فريق نادي البطايح، ويبحث عن الثالثة مع انطلاقة هذا الموسم، ولكن كرته إلى بوجود خطأ. جوالير ساقط على أرضية ملعب المباراة، لكن حكم المباراة يأمر بالاستمرارية. سانتوس، خطيرة لسانتوس، استقبال ممتاز سانتوس، وتسديدة قوية لوكا. شباب الأهلي ودرويش في اختبار آخر أمام ريكيلمي وأمام لوكا، هل يسجل لوكا؟ تسديدة، أوه هو، الله الله يا لوكا، مرت جانبية إلى خارج أرضية الملعب. لوكا ميليفو يوفيتش، تسديدة ولكنها تعبر إلى خارج أرضية الملعب بالقرب من القائم الأيمن، بالرغم من أنها وقفت حارس المرمى درويش. الله الله، لوكا على التنفيذ، مجموعة من عناصر داخل منطقة الجزاء، عرضية خطيرة، درويش بقبضة يده يبعد الكرة، وصلت ليحيى الغساني، يحيى، عرضية من يحيى خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، ولكن انتصر في 10 وخسر 5، عرضية داخل منطقة الجزاء، لوكا، الله، من سردار، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. سردار أزمون
لعب مباريات جميلة مع روما، وكان واحد من الأسماء اللي يعني تمتلك الحلول. ياما أنقذ فريق نادي روما من خسارة كانت حاضرة أو من مثل الفريق بالنسبة لفريق نادي بطايح. لكن كوينر البحث عن الرد، هذه كرة محاولة لشباب الأهلي، تسديدة في الموسم الماضي، يبحثون عن استعادته مرة أخرى، اشتاقوا له كثيرا، يعادلون النتيجة، يعودون للمباراة. هدف جميل هذه المرة من الدبور، خرج الدبور من بين الجميع وأعطى لدغته الشهيرة، لدغة الله على الكعب، الله على قدم من ذهب، الله على هدف جميل، جدا كعب الجميل، هدف الجميل، وعودة جميلة، عودة مثيرة، عودة تحيي المرجات مرة أخرى. يا مؤنس دبور، الحل الذي استدعاه باولو سوزا في شوط المباراة. سواريز عادة الكرة من جديد، جويلرم، يتقدم جويلرم، راح جويلرم، تمريرة سردار، اوهوهو ممكن جول، هي جول، الله ضاعت يا سردار، فرصة قلب الطاولة في هذه المباراة. يا فرحة ما تمت، استطاع بعد ذلك أن يعود فريق نادي شباب الأهلي سريعا بعد تسديدة، استطاع مؤنس دبور بعد ذلك أن يحولها في المرمى محرزا هدف التعادل لصالح فريق نادي شباب الأهلي. يعني لو كانت من سانتوس كان ممكن يبعدها، محمد. 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي، هل ينجح فريق نادي الشباب الأهلي؟ كرة ملعوبة في محاولة خطيرة عرضية أمام المرمى، سردار، تسديدة، من سردار لم تنجح، حارب، تسديدة من حارب، ولكن الكرة أيضا إلى خارج أرضية الملعب، الكرة تتحول إلى ضربة مرمى، إلى ركلة مرمى لصالح فريق نادي بطايح. قادر الأهلي، قادر شباب الأهلي على التسجيل في أي لحظة، بس يفقد نقطة وحيدة في المقدمة. هذه الكرة الآن لصالح فريق نادي شباب الأهلي، مؤنس دبور، وتسديدة من دبور، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يا إلهي، فرصة أيضا بتضيع في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، من عمر المباراة، فرصة بتضيع على دبور لصالح فريق نادي شباب الأهلي والبطايا. حارب عبد الله السيل، هل الوقت كافي يا شباب الأهلي؟ هذه كرة عبد الله السيل بتضيع، بتمر من أمام حارس المرمى، سكر، لابد من الضرب بالنار. اختار الوقت البدني الضايع، سردار يضرب بالنار، يسجل هدف التقدم لفريق نادي شباب الأهلي، ابتسموا أخيرا، ارتاحوا كثيرا يا أزمون، كانت أزمة، ولكل أزمة أزمون، هناك أزمون يا شباب الأهلي، يا جماهير شباب الأهلي. نعم تأخروا من هدف التقدم، ولكن سردار أزمون أخيرا ضرب بالنار، حل الأزمة أخيرا، عن طريق أزمون، يسجل الهدف الثاني، الهدف اللي طالما انتظاره شباب الأهلي وجماهيره تنتفض من على مدرجات، يسعون لتحقيق اللقب في هذا الموسم،
غابوا عنه في الموسم الماضي يرونها كثيرة كثيرة جدا هذا الغياب، ولكنهم يوعدون أنفسهم بلقب آخر، بابتسامة أخرى، بفرحة أخرى. لوكا ميلوفيوفيتش في محاولة تسديدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب بنفس الطريقة اللي نفذ فيها الخطأ في شوط